اليوم كانت عندنا ورشة تفاعلية حول السياسات العمومية الموجهة للشباب، وبطبيعة الحال ورشة كانت ورشة ممتازة مع اليافعين اللي كيستافدوا من المخيم الصيفي بطبيعة الحال، واللي تناولنا في خلالها مجموعة ديال البرامج الحكومية اللي كتهتم بالشباب، ودرنا واحد تقييم يعني مع اليافعين حول هذه السياسات الموجهة للشباب ومدى الغنى ديالها ومدى النقص اللي كان فيها ومدى الإشكاليات اللي تناولناها واللي كتناول هذه البرامج هذه. وخدينا واحد المجموعة ديال البرامج، وعلى رأسهم خدينا كبرنامج ديال جو الشباب اللي كنطلقات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللي كان من خلال هذه الورشة كذلك تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير مع اليافعين. وكذلك خدينا واحد البرنامج اللي هو مر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل اللي هو برنامج ديال برنامج متطوع، وهذه كانت فرصة يعني لتقاسم مجموعة من الخبرات ومجموعة من الأفكار ومجموعة من المعطيات والمعلومات مع اليافعين، واللي بدورهم كانوا فاعلين وكانوا ممتازين تبارك الله، ونتمنوا لهم مسيرة توفيقية، وكذلك نتمنوا للجمعية مزيدا من العطاء والاستمرارية على هذه النجدة، وتحية لاميش.